الفترة اللي فاتت انتشر ترند على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وخصوصا على التيك توك. الترند ده متعلق بأسطورة إغريقية قديمة اسمها راس الميدوسا، والترند ده الحقيقي هو واحد من أغرب الترندز اللي ظهرت لأنه متعلق بضحايا التحرش والاعتداء الجسدي. قبل ما نتكلم عن الترند تعالوا أحكي لكم كده باختصار قصة أسطورة راس الميدوسا. الأسطورة الإغريقية القديمة بتقول إنه كان في بنت جميلة جدا اسمها ميدوسا، والبنت دي كانت راهبة في معبد من المعابد، ولكن تم الاعتداء عليها من بوسيدن إله البحر الإغريقي. ولما تعرف الموضوع بدل ما يجيبوا حق البنت، لأ، تم عقابها هي وتحويلها لمسخ قبيح، وبقى شعرها عبارة عن تعابين وأفاعي. وطبعا القصة دي كلها زي ما قلنا وفقا للأسطورة الإغريقية القديمة. طبعا هنا الأسطورة ليها رمزية، وهي إنه في بنات كتير بيتعرضوا لحالات تحرش أو اعتداء، ولكن مش بيقدروا يتكلموا، ولو اتكلموا مع الأسف بيتم لومهم هما. من هنا جه الترند وجت فكرته، واللي هي ببساطة إنه أي بنت تعرضت لاعتداء أو تحرش تحط صورة راس الميدوسا على البروفايل بتاعها على السوشيال ميديا، أو تعمله وشم على إيديها، أو تلبس تي شيرت عليه صورة راس الميدوسا. الترند ده زي ما لقى انتشار كبير، زي ما لقى نقد كبير برضو من بعض الناس اللي اعتبروا إن التصرف ده مش صح، وإن كده البنت بتفضح نفسها بنفسها. وبما ان الموضوع فيه كلام كتير جدا، هيكون معانا النهارده على زوم لايف كوتش الاء العطار عشان نتكلم معاها في القصه دي كلها. ازيك يا الاء؟ ازيك يا ريهام؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. الاء، طبعا انت سمعتي عن موضوع التاتو او الوشم او التيشيرتس او الحاجات اللي هي عليها راس الميدوسا اللي البنات ابتدت تعملها بعد ما هم بيتعرضوا للتحرش. مظبوط. طيب، هل انت شايفه ان التعبير عن التعرض للاعتداء او التحرش بالشكل ده صح ولا غلط؟ بصي يا ريهام، خلينا نرجع كده خطوه لورا ونفكر في الناجي او الناجيه من اي حاجه اتعرض لها. هو الشخص من حقه يعبر بالطريقه اللي هو عايزها. انا مش في موضع ان انا احكم انت تعبيرك بالطريقه دي صح او غلط. فانا المهم عندي ان الناجيه تعبر بالطريقه اللي هي مرتاحه فيها او اللي هي حاسه بامان فيها. اوكي. طب هو في ناس قالت طيب البنات دول استفادوا ايه؟ هي كل ما اللي عملته انها قالت بس انها تعرضت لمشكله، لكن الطرف الجاني ما جاش سيرته. ايه رايك؟ طيب يا ريهام، اولا التعبير عن الاذى جزء من التعاطي. اوكي. فاولا هي استفادت ان هي طلعت اللي جواها وواجهت، بل بالعكس شجاعه جدا ان هي تقول دي. اول حاجه. تاني حاجه، هي وارد جدا تكون ما جابتش سيره اللي عمل الفعل ده او المجرم اللي عمل الفعل ده علشان امانا ليها. سبيشلي ان احنا عندنا يا ريهام ده بيحصل في اوقات من القرايب، من الاب، من الاخ، فامانا ليها ما تقدرش تقول ان اسم الجاني. طيب انت شايفه ان السوشيال ميديا اصلا ساعدت في حل مشاكل من النوع ده ولا لا؟ طبعا طبعا. اولا ان احنا بقى عندنا نسبه وعي ان ده موجود، ان احنا بنعترف ان دي مشكله موجوده وان احنا محتاجين نلاقي لها حل. فكره ان انا يكون عندي مشكله وانكر وجودها او ما اتكلمش عليها، ده مش هيخليني احلها باي شكل من الاشكال. فانا محتاجه ان انا اتكلم وانشر الوعي عن المشكله دي عشان ابتدي احلها. طيب انت بتقولي ان هي لما بتعبر بان هي تحط الوشم بتاع راس المدوسة ده بيساعدها ان هي تعالج نفسها، صح؟ طبعا طبعا. ما انا مش بتكلم على الوشم بس، انا بتكلم على فكره التعب. هي الناجيه تعبر بالطريقه اللي هي مرتاحه فيها، سواء بقى كان وشم من ميدوسا، تي شيرت، حطت صوره، اتكلمت، قالت. هي تعبر بالطريقه مريحه ليها هي، اللي هي حاسه بيها في امان. طب المفروض ان البنت اللي بتتعرض لمشكله زي دي اللي هو التحرش الجسدي او الحاجات دي تتعامل ازاي نفسيا مع الموضوع، وتعمل ايه عشان تقدر تتجاوز الازمه دي وتكمل حياتها عادي؟ طيب كل ضحية أو كل ناجية بتختلف عن الأخرى. ما أقدرش أعمم وأقول إن أنت تعملي واحد اثنين ثلاثة هتبقي زي الفل. فأنا نصيحتي إنه تطلب مساعدة وتتكلم في مكان أمان بالنسبة لها،
ده اولا. ثانيا الناس اللي حواليها مهم جدا جدا جدا، هما بيتعاملوا مع الموضوع ازاي، يعني يسمعوها ويصدقوها ويعرفوها ان هما مصدقين. بلاش الاسئله اللي بتحط اللوم عليه، اللي هو انت ما عرفتيش يعني تعملي حاجه، ده بيحط اللوم عليها وبيشككها في نفسها. طب خلينا متفقين برضو يا الاء ان البنت لما بتتعرض للتحرش دايما، معلش اسفه ان انا قطعتك، بس هو لم في الحته دي بالذات البنت اللي بتتعرض للتحرش، الناس خلينا نبعد عنهم خالص، لان اكيد في ناس هتلومها، واحنا شفنا اكيد ان في حاجات كتير قوي حصلت. احنا برضو يا ريهام زي ما انت بتقولي اكيد ان في ناس بتعمل كده، احنا محتاجين ننشر الوعي ان الناس طبعا ما تعملش كده. بالظبط. انا هبسط الموضوع، انه انا دلوقتي لو انا ماشيه في الشارع وحرامي سرقني، هل ده حاجه تعيب فيا؟ لا، ما هو الحرامي هو حرامي. دي حاجه ما يعني ما تسنيش انا باي شكل من الاشكال، او تقلل من قدري، او الكلام بقى اللي الناس بتتريق ولا بتقول على الفند بتاع المدوسة، ولا فضحت نفسها ولا ما فضحت نفسها. مفيش حاجه اسمها كده. هي الناجيه ما بتفضحش نفسها. انا لو واحد سرقني هو حرامي، انا يعني انا هو اللي عليه اللوم، مش انا. لو واحد اتحرش بيا هو مترش، انا مش مفضوحه. مظبوط. طيب خليني اقول لك السؤال بطريقه مختلفه. الناس اللي بتنتقد البنت بعد ما بتتعرض للتحرش، ايوه، البنت تتعمل ايه علشان كلامهم ما ياثرش فيها؟ ممكن ده السؤال اوقع شويه. بصي هقول لك على حاجه برضو، انا ما اقدرش اقول ان الكلام مش هياثر فيها، لان هي بتبقى في وضع حساس جدا. تعمل ايه؟ يعني هتحاول على قد ما تقدر طبعا ان هي تفهم ان الكلام ده مش كلام منطقي ومش كلام حقيقي، وانت لو ناجيه من التحرش او الاغتصاب او فاولا احنا مصدقينك، ثانيا احنا بندعمك، ثالثا اي حد هيلوم عليكي باي شكل من الاشكال او هيشاور عليكي بلوم او بطريقه مش مظبوطه هو اللي غلط، انت مش غلط. فحاولي انك تفهمي الناس لسه مبرمجه برنامج غلط. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدرنا كده ونعلمهم انه ده مش الصح، وحاجه اسمها الناجيه يتلام عليها باي شكل من الاشكال. هتحاول بس ان هي مبدئيا يبقى عندها الدعم من المكان المظبوط او الناس اللي فاهمه، بس انا ما اقدرش اقول لها ما تتاذيش من الكلام، لان الكلام بيأذي برضه اكيد. طيب ايه رايك يا علاء في الناس اللي كانت ضد ترند اللي هو بتاع راس المدوسه؟ تقول لهم ايه الناس دول؟ بصي هقولك على حاجه، فكره ان انا ضد وانا ما عنديش سبب منطقي ومقنع انه انا ضد، فانا بالنسبه لي ده يعني ملوش رايي، ملوش اهميه. بس في الاول وفي الاخر احنا هدفنا سواء بقى كان بترند المدوسة، سواء كان احنا بنتكلم وبنعمل وعي وبنسلط الضوء على القضية، هو الهدف ان احنا نعالج المشكلة. فحضرتك لو عندك حل تاني للمشكلة اتفضل قوله، بدل ما ننتقد من غير ما يكون عندنا حل تاني. يمكن علشان احنا في مجتمعاتنا مش متعودين قوي على حاجات من النوع ده، يعني خلينا برضو متفقين ان المجتمع بتاعنا يمكن مقفل اكتر على ان هو يبقى فيه وشم، او يبقى فيه ان بنت بتتكلم في الحاجات دي بصوت عالي. ما هو يا ريهام برضو احنا تعالي نتفق ان احنا مش كل حاجه مجتمعاتنا متعوده عليها صح. أكيد في حاجات صح وفي حاجات غلط. غلط، محتاجين ان احنا نقلل او نغير المفهوم ده ونتعلم حاجات جديده صالحه لمجتمعنا. مظبوط. عموما يا علاء ان شاء الله يا رب المواضيع دي يبقى فيها وعي اكتر من الطرفين، والبنت تبقى عارفه ازاي تتصرف، وكمان نحاول نقلل موضوع ان احنا نحكم على البنات اللي بيتعرضوا للتحرش بالطريقه اللي هي بيبقى فيها هجوم. بشكرك جدا يا علاء. شكرا يا ريم. شكرا. ميرسي يا علاء.